مشاهدينا الكرام في كل مكان نحييكم ونقدم لكم حلقة جديدة من ملف خاص. في 8 من شهر أكتوبر الماضي تم افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية 11، ويوم الأربعاء ستختتم هذه الدورة التي شهدت ولادة البرلمان بغرفتيه وبتشكيلته الجديدة والتي أفرزتها سنة انتخابية بامتياز. هذه الدورة أيضا شهدت منح الثقة للحكومة الحالية التي تحظى بأغلبية مريحة في مجلس النواب ومجلس المستشارين. فكيف مرت هذه الدورة الأولى من السنة التشريعية؟ وهل بالفعل نعيش على وقع تسريع الزمن التشريعي التي لا تعبر عنه الحصيلة المسجلة؟ وإذا كانت الأغلبية منسجمة وقادرة على تمرير مشاريع القوانين، هل تلعب المعارضة الأدوار التي منحها إياها الدستور على أكمل وجه، بحثا عن التوازن في السلطة التشريعية؟ أسئلة من بين أخرى نطرحها على ضيوف الكرام، حيث ينضم إلينا عبر الإنترنت من العاصمة الرباط السيد رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية في مجلس النواب. سي رشيد أهلا بك. أهلا شكرا للاستضافة وصباح الخير للمشاهدين. أهلا ومرحبا بك، الترحيب موصول أيضا بالسيد العياشي الفرفار النائب في فريق الوحدة والتعادلية بمجلس النواب وينضم إلينا من مدينة قلعة الصراغنة. سيدي أهلا بك. أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة. أهلا ومرحبا بكم. الأغلبية في البرلمان مريحة وعدديا هي أكثر، والمعارضة بنسبة متفاوتة معها في العدد نظرا لنتائج الانتخابات المسجلة. لذا سأحاول أن أبدأ من الطرف الأقل حضورا ألا وهو المعارضة، وتحديدا ضيفي السي رشيد الذي يمثل التقدم والاشتراكية في البرلمان وفي هذه الحلقة أيضا، ويمثل بشكل عام المعارضة المغربية في مجلس البرلمان بغرفتيه. سي رشيد، توصف هذه الحصيلة وإن كانت المدة قصيرة 4 أشهر لا أكثر ولا أقل بالضعيفة والتي تشهد التراخي، وبلغة الأرقام لم يتم تقديم سوى 17 مشروعا و14 منها لمصادقة على اتفاقيات دولية مع شركاء أجانب. هل نحن اليوم في غياب لتسريع الزمن التشريعي الذي ربما قد تفرضه مجموعة من الأمور، سواء التي خلفتها جائحة كورونا أو الخطط والأوراش المفتوحة أو حتى ركائز الأساسية لبرنامج الحكومة الحالية؟ شكراً في مجدداً، صباح الخير للجميع. أولاً نحن كفريق التقدم الاشتراكية ينتمي إلى المعارضة بمجلس النواب، لابد أن يستحضر الظروف والسياق الدولي والوضع الصعب اللي جراء استمرار انتشار كوفيد-19. أولا لابد في هذه الحصيلة يعني ديال 4 أشهر ومن باب من باب المعارضة يعني البناءة والوطنية، لابد أن نسجل بكل اعتزاز ما تحققه قضيتنا الوطنية من تراكمات إيجابية ومواقف دولية كتعتبر الجدية والمصداقية حول مقترح الحكم الذاتي. ثانيا لو قدام بنوه بالنجاح والمجهود الوطني لبقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله على تدبير ديال الجائحة والمجهود اللي دارت تلقيح، ومؤخرا كذلك الافتخار بإطلاق إنجاز لتصنيع اللقاحات المضاد لكوفيد 19 ولقاحات أخرى. هذه أمور اللي نسجلها بالإيجاب، لكن في علاقتنا مع الحكومة وفي الشق اللي طرحت السؤال في الشق التشريعي، نسجل بكل أسف يعني حصيلة هزيلة ومرتبكة على المستوى التشريعي، لأن وترجع المسؤولية للحكومة في ضعف وهزالة هذه الدورة التشريعية، بحيث كما قلت أن عدد من المشاريع والقوانين المصادق عليه لا يتجاوز 17 نص تشريعي، فيهم 14 اتفاقية، والكل يعلم الاتفاقيات كيفاش كتمر، لأن من أجل المصادقة فقط. اللي كاينين دابا نصوص تشريعية حقيقية هما 3، كاين قانون المالية اللي هو بشكل يعني دستوري بديهي، وكاين قانون التصفية ديال 2019 اللي عدته الحكومة وتا هو بشكل بديهي، كاين قانون واحد يتيم وهو التعيين في المناصب العليا، وهو تقني جدا يعني لا يرقى الى ان نسميه مشروع قانون، بل هو ينظم العلاقات او التعيينات اختصاصات الحكومه. نعم. كيف تصفون الحصيله اذا؟ يعني زميلتكم في التقدم والاشتراكيه نادية تهامي قالت بانها اضعف حصيله في تاريخ مجلس النواب، انتم كيف تصفوها؟ اضعف حصيله، صفر حصيله، لان ملي كنقول قانون واحد اللي هو تعيين مناصب يعني ضعيفه. في المقابل نتفاجأ بسحب
قوانين اللي عندها راهنيه ديالها واللي كانت من الحكومه السابقه. نتفهم يعني الجانب الدستوري والقانوني اللي كيعطي رئيس الحكومه سحب هاد المشاريع باش تحسب له في يعني في الحصيله التشريعيه. اللي ما كنتفهموش هو الانتقائيه في هاد القوانين. سحبوا قانون مشروع القانون الجنائي واللي فيه يعني اسمح لي سي رشيد، اسمح لي انه غنرجعوا لهاد ايضا هاد نقطه الانتقاد التي تقدمها فرق المعارضه في مجلس النواب. بالمقابل المعارضه قدمت 25 مقترح قانون. سنعود للامثله التي قدمتها المعارضه لمقترحات القوانين، ولكن اردت ان اخذ منك توصيف عام للحصيله، ومن ثم سنتطرق لمجموعه من نقاط الخلاف فيما يخص سحب عدد من القوانين، واكيد من ابرزها القانون الجنائي. ولكن دعني اعطي الكلمه للسي العياشي الذي يمثل اليوم فريق الوحده والتعادليه بمجلس النواب، أي أنه ضمن الأغلبية. كيف ترد على هذه الأوصاف والنعوت التي تم تقديمها من طرف مجموعة من فرق المعارضة؟ يعني إن كانت أصوات التقدم الاشتراكية تصف هذه الحصيلة بالأضعف في تاريخ البرلمان المغربي، الحركة الشعبية على لسان السيد محمد أزين قال بأن هناك تراخي من طرف الحكومة، وأيضا لم يخرج عن ذات السياق الذي يصف الحصيلة بالضعيفة. دعني في البداية أقول أن أي تقييم لأي مؤسسة ينبغي أن يكون تقييما سياقيا. أقول سياقيا معناه أن ننظر أستحضر سياقات إنجاز التقييم. الآن الدولة والمجتمع المغربي والعالم بأسره يعيش ظرفا استثنائيا وواقعا غير مألوف، تحت ضغط وتحت إكراهات وتداعيات المؤثرة والمؤلمة جدا لجائحة كورونا. بالتالي صحيح أن مؤسسة البرلمان بغرفتيه مؤسسة للتشريع، لكنها مؤسسة كذلك للرقابة، وكذلك أنها مؤسسة لتأسيس أغلبية للحكم أو لمنح الحكومة صلاحية الفعل. بالتالي الأولوية الآن للبرلمان والأغلبية والحكومة الأولوية للواقع، الأولوية لمحاولة تدبير زمن استثنائي، لتدبير واقع صعب. دعنا نقول ليس المهم، صحيح المؤسسة مهمتها التشريعية في جزء منه، لكن في جزء آخر مواكبة الحكومة وإعطاء مساحات للاشتغال. إذن فكما قال السيد رئيس الحكومة البارحة أن الرهان الأساسي هو الذهاب للواقع، هو تغيير الواقع، هو إحداث أثر إيجابي في هذا الواقع. صحيح النصوص مطالبين بإنتاج نصوص، لكن ليس المهم هو هذا البعد الكمي. أعيب على الإخوان في المعارضة أنهم ينطلقون من مقاربة رقمية وكمية، بمعنى كم أنتجنا من النصوص. ليس المهم إنتاج نص قانوني، الأهم هو مدى فاعلية هذا النص، مدى قدرته على إحداث تغيير فاعل وإيجابي يلمسه المواطن في حياته البسيطة، في يومياته، في معيشه من صباحه إلى مسائه. بالتالي في الحكومة، نحن في الحكومة نملك صلابة، لا أقول صلابة للتدمير، ولكن صلابة لبناء قوة تدبيرية تستطيع أن تلامس الواقع وأن تحدث الواقع. صحيح الإخوان رقميا يتحدثون عن هزالة، لا أقول هزالة، أقول نحن في بدايات العمل، المواطن العادي ينتظر فعلا ملموسا. الإخوان كل المهنيين، كل المواطنين الذين عاشوا من عانوا من تداعيات الجائحة لا ينتظرون نصوصا، وإنما ينتظرون خدمات عمومية تخفف عنهم عبئا وأضرارا جسيمة. وضحت الفكرة سي العياشي، أي أن هناك أولويات بالنسبة لكم أنتم في الأغلبية، وبأن ملامسة الواقع أولا. أشكرك. هناك أولويات فرضها السياق، ولا يمكن أن نخرج عمل البرلمان من سياقه الحالي. وسي رشيد، يعني لماذا أنتم في المعارضة تصرون على الكم وليس على الكيف؟ يعني أيضا نائبة من حزب الاستقلال بدورها الذي ينضوي تحت لواء الأغلبية تدافع عن الحكومة وعن الحصيلة المسجلة، وتقول بأن كم لا يهم بقدر ما يهم الكيف. وهذه الحكومة لديها بناء ركائز الدولة الاجتماعية، لديها مجموعة من الأوراش المفتوحة، لديها مجموعة من الأمور المستعجلة ذات الطابع الاستعجالي،
وأيضا لديها رؤية قد تنطبق على ما تفضلت به قبل قليل حول مثلا سحب القانون الجنائي بكليته من أجل أن يعاد ويراجع، ليس بالضرورة أن تصادق أو تتماشى مع قوانين أخرى كانت قد وضعت أو اقترحت من طرف الحكومة السابقة التي لا توافقها لا في النهج ولا حتى في المرجعية. أولا أنا أستغرب أن ربط الظروف والجائحة بالتشريع، أن إلا كنا كنعتبروا بأن اليوم الظروف اللي كيمر منها المغرب مستوى يعني انتشار واستمرار انتشار ديال كوفيد 19 وربطوها بالتشريع، يمكن نربطها على الاقتصاد، يمكن نربطوها بالحركة يعني الاقتصادية، ولكن باش نربطها بالتشريع أنا أستغرب من هذه المقارنة. لأن دور الحكومة السياسية، دور الحكومة السياسية عند الدور الأساسي وهو تشريع القوانين، تشريع قوانين اللي هي المؤسسة. لأن كنقولوا اليوم إحنا 100 يوم، إحنا ما كنحاسبوش الحكومة اليوم على الإنجازات 100 يوم، كنحاسبوا على القرارات السياسية، وأول قرارات سياسية هو التشريع، تشريع القوانين اللي يمكن لها تأسس لهذه المرحلة المقبلة. هذا تقييم فقط على المستوى التشريعي، كيقول ما نقدروش نقوموا على من ناحية العدد، ما كاينش عدد، كاين قانون واحد. ما كنقارنوش حنا هذا، ما كاينش نهائيا تشريع في دوره تشريعيه كامله من عمر الحكومه، صفر قانون. يعني لحيدنا ذاك القانون ديال المناصب العليا اللي هو تقني، هذا ما عمره حصل في المغرب ولا يمكن حتى في العالم. بالنسبه لسحب القوانين، حنا قلنا دستوريا وقانونيا كيعطي رئيس الحكومه الحق سحب المشاريع اللي صوتها الحكومه الماضيه، ولكن راه كاين استمرار ديال 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 الدوله، راه كاين استمرار ديال الحكومه، لان هو الا بغى تسحبوا وتحسبوا في الحصيله ديالو مزيان. ولكن حنا اللي كنتسالوا هذه الانتقائيه، سحبوا قانون جنائي اللي كيهضر على الاثراء الغير المشروع، سحبوا قانون الاحتلال المؤقت للملك العمومي اللي حتى هو كيحارب الامتيازات وكيحارب الريع، وسحبوا قانون ديال متعلق بالمناجم، وخلوا قوانين اخرى. احنا اليوم كنتسالوا هذه الانتقائيه كان عليهم يسحبوهم ب 14 ويعطيونا لاجوندا، يعطيونا فوقاش واش غيرجعوا واش ما يرجعوش، لان لما كانوا لان السحب خصو يكون مبرر. لان ملي كنجيبوا واحد المشروع قانون كنجيبوه بواحد الوثيقه، وكنجيبوه بواحد الوثيقه تمهيديه اللي كتشرح هذا القانون شنو الغايه منه وعلاش جبناه. ليس دفاعا عن الحكومه السي رشيد، ولكن حنا كملت سينو في المتقطعنيش. لا في القانون الجنائي، يعني لا انا معك غير فقط لكي القانون الجنائي اللي كانت هذا الحزب اليوم الذي يقود الحكومه كان في الحكومة السابقة، وكان يعارض هذا القانون خصوصا في الإثراء الغير المشروع. اليوم فتحت له الفرصة سحبه. يعني شنو كيتبان من هذا الشيء؟ بأن المشكل ما باغينش هذيك المادة ديال الإثراء الغير المشروع. لا هو يعني فقط يكرسوا هذا الشيء ديال إلا سمحتي لي، لأن هناك وزير للعدل تحدث في ذلك، هناك ناطق رسمي باسم الحكومة تحدث في ذلك، إبان سحب مشروع القانون الجنائي، وقال بأنهم يريدون تعديلات شاملة جامعة، لا يريدون فقط تعديلات في بعض المواد على هذا القانون، وبأن نقطة الخلاف لم ولن تكن أبدا الإثراء غير المشروع. هذا غير فقط نفتح قوس ما يخص ذلك. تصريحات في وزير العدل قال بالحرف أننا نريد إعادة النظر فهذاك المادة ديال الإثراء الغير المشروع، وقالها السيد وزير العدل. يعني الهدف الأساسي والزمان كشاف هذاك المادة هي محور أساسي على السحب القانون الجنائي، وسترى من بعد فاش يجيبوا القانون هذيك المادة ديال الإثراء الغير المشروع ستأتي فارغة. نتأسف كذلك، لأن حزب الاستقلال في الولاية السابقة وكان في المعارضة واليوم في الحكومة كان يدافع على تعديلات على أن رفع العقوبة الحبسية بالنسبة للناس اللي تبتوا حقهم هذا الإثراء الغير مشروع. اليوم نتفاجأ بهذا التراجع. اليوم من حق الحكومة تجيب هذاك المشروع قانون، ومن بعد يمكن تدخلوا تعديلات. احنا اليوم تعطينا واحد لاجوندا فوقاش غيجي هذا القانون، تعطينا واحد لاجوندا. فعلاش سحبت القانون ديال الاحتلال المؤقت ديال الملك العمومي اللي اشتغلت فيه الحكومة السابقة 10 سنين؟ وهذا هضر الزمن التشريعي. راه ما يمكنش حكومة السابقة بغات دير اللمسة ديالها، عندها الفرصة هي في البرلمان، يمكن الحكومة تقدم تعديلات، يمكن الأغلبية تقدم تعديلات، ولكن سحب بدون مبرر كان ندرس علامة استفهام. دعنا ننقل هذه النقطة السي رشيد، قضايات تحارب الريع والامتيازات، وبالنسبة لنا السحب ديالها هو فيه بعض نقاط استفهام. صحيح، سنرى في المستقبل هل ستعيد هذه القوانين أم لا.
إذا نقاط استفهام كثيرة، وفيها أيضا يعني أمور تتعلق بالريح فيما يتعلق سلع ياشي، سواء بقانون الملك العمومي، احتلال الملك العمومي، أو حتى بقانون الجنائي والتعديلات التي سيشهدها مستقبلا، ونقطة الإثراء غير المشروع التي يعني أصوات كثيرة من داخل الأغلبية تحدثت بأنها ليست نقطة الخلاف، ولكن فرق المعارضة أو جزء منها يقول لكم بأنها هي نقطة الخلاف الرئيسية، وذلك القانون أخذ وسيعود في فراغ كامل وتام حول الإثراء غير المشروع. أنتم في حكومة في أغلبية تحدث رئيسها بأنه هناك جرأة في الإصلاح، وبأنه سيكون هناك تسريع في الزمن التشريعي، وضرب المثال في أول خرجة إعلامية له بالمراسيم التي تم تطبيقها بوقت ربما قياسي من أجل أن يكون هناك مجموعة من القرارات المتعلقة بأمور وأوراش هامة جدا ينتظرها المغاربة، منظومة الحماية الاجتماعية، أمور أخرى تتعلق بقوانين تنظيمية لقانون المالية، يعني أشياء كثيرة لها علاقة بالأوراش المفتوحة حاليا. كيف تردون على كل هذه الاتهامات التي من بينها اتهامات يعني بكل صراحة مبطنة وتتنافى مع الشعارات التي كانت لا في البرنامج الخاص بأحزابكم ولا حتى في البرنامج الحكومي الشامل الجامع ولا حتى في ميثاق الأغلبية؟ دعني أقول بأنه ما يتم ترويجه حول المبررات أو المسوغات الخاصة بسحب ثلاثة القوانين المتعلق بالتغطية الصحية للأصول والاحتلال الملك العام والقانون الجنائي، أعتقد أنها المبررات لا أقول أنها فيها بعد انتقائي، أنهم يركزون على جزء دون الحديث على القانون في شموليته. الحكومة والأغلبية لها رؤية مغايرة أنها تبحث عن الجودة وعن التجويد، والجودة لا تكون بالسرعة، السرعة تقود إلى التسرع، والتسرع يقود إلى قانون غير لا يملك صلابة إحداث الأثر والغاية من وراء التشريع. أي نص تشريعي ينبغي أن يراعى فيه الجودة والقدرة على الملائمة والتعايش والتفاعل مع الواقع. ربما ما العيب، ما المانع أن نوسع دائرة النقاش؟ ما العيب أن يعاد النقاش مرة أخرى على طاولة نقاش على في اللجان القطاعية وفي الجلسات العامة؟ أعتقد بأنه الحكومة الآن تريد لها رؤية شمولية، وهذا هو جوهر الخلاف. هنا تكمن نقطة الاختلاف الحقيقي بين الأغلبية والحكومة والمعارضة، أننا ننظر للموضوع في شموليته، في كليته، في علاقته بالواقع، في علاقته بالمتغيرات المتسارعة. الأغلبية لها نظرة ربما محكومة بمنطق، لا أقول التهافت، ولكن أقول بمنطق السرعة والبعد الكمي. الحكومة لها منطق أو مقاربة تنحاز إلى الرؤية الشمولية، تدبير النص التشريعي، لأن مهما يكون، والأخ رشيد سيوافقني الرأي، لأن القانون ليس معزولاً عن الواقع، القانون هو جزء من الواقع أو لتنظيم الواقع والتفاعل مع الواقع وإحداث الأثر الإيجابي، هذا هو القانون. إذا لم يكن القانون بهذه الكفاءة أو بهذه القيمة، علينا أن نغيره، وهنا تدخل فلسفة المشرع في استبدال القوانين. نعم. إذن حينما يتغير الواقع أو حينما تحدث مستجدات على الواقع، على القوانين أن تتغير. أن تتغير، وهنا مرونة ربما الدساتير وليس فقط القوانين. نعم. الوضعية. نعم. إذا ولكن السعياشي فقط. نعم. ملاحظة لكي. نعم. أنقل ما قاله سي رشيد. يقول لكم أعطونا. نعم. أعطونا أجندة زمنية لهذه القوانين متى ستصدر، وقدموا لنا مبررات منطقية لسحبكم لهذه القوانين أو لتأجيلها أو لدراستها المعمقة أو غير ذلك. طبعا ستكون جدولة، طبعا سيكون مسار، أنا أقول سأتحدث عن مسار ومسلسل الإنتاج التشريعي، لا يحكم برغبة فجائية، ولكن بفلسفة عامة تراعي الوضع العام في شموليته. القانون الجنائي ليس قانونا سهلا، دعونا، ليس المهم أن نربح
ستة أشهر أو سبعة أشهر لإصدار قانون، ولكن الأهم أن ننتظر قليلا ليكون لنا نص تشريعي جيد قادر على ملائمة الواقع وملامسة الواقع. ما يهمنا في الائتلاف الحكومي بناء الجودة كمعيار لبناء الصلابة التدبيرية. دعونا من كثرة، صحيح التجارب السابقة في الحكومات الحكومتين السابقتين كنا محكومين بمنطق العدد، أنتجنا هذا الرقم، لكن دعني أقول وأستحضر هنا أحد النظريات الكبرى في التفكير الاستراتيجي لميشيل كروزيه الذي في كتابه المؤسس لاكتور إلو سيستم يتحدث عن ما يسميه أن القوانين لا التغيير لا يكون بالمراسيم. المرسوم الحقيقي والقانون الحقيقي هو القانون الذي يستطيع أن يخرج من الواقع ويحدث التغيير في هذا الواقع، بمعنى حكومة تنصت الآن للواقع، حكومة تتفاعل مع الواقع، تثبتي على الواقع من أجل بناء رؤية. وضحت الفكرة قانوني يؤطر ويعالج ويقدم الحلول جميل. للمشاكل العالية. وفيه أثر على المجتمع وأيضا يتأقلم مع متطلبات الحياة في ذلك المجتمع الذي نعيش فيه. السي رشيد حموني لو سمحتي، يعني هي مبررات بالنسبة للحكومة، والحكومة تقول لكم إن عشتم في عهد حكومتين سابقتين يعتمدان على السرعة والتسرع في التشريع، نحن مغايرون مختلفون، نحن نبحث عن أثر فعال لكل تغيير يطرأ على قانون يتم سحبه أو حتى على المشاريع التي نقدمها كأغلبية، وفيها الكيف للكم، ولها انعكاس وأثر فوري على حياة الناس، وتتأقلم مع أفكار ومعتقدات هذه الأحزاب المكونة للأغلبية، فتريثوا ولا تتسرعوا. سنوفل، والله لا، أنا أستغرب إن كنقول حكومتين بالعشر سنوات الأخيرة، والحزب الذي يقود اليوم الحكومة كان مشاركا في هذه الحكومتين. كنستغرب بأن شو الأصالة والمعاصرة، أو الحزب الاستقلال يقدر يقول اليوم باننا احنا اليوم هاد العشر سنوات ما كناش مشاركين، ولكن اليوم حزب التجمع الوطني الاحرار اللي يقود الحكومه كان مشارك في الحكومتين، وكان مجلس الحكومة يشارك في جميع الوزراء ديالهم، وهما اللي نتجوا هاد المشاريع قوانين، يعني كان مشارك في الحكومه وكان يقود قطاعات اللي هي استراتيجيه. ما يمكنش نبقاو نغلطوا المغاربه، راه الذاكره عند المغاربه قويه، راه ما كينساوش. هذا الحزب شارك في الحكومتين السابقتين، وهذا المشاريع قوانين هو من الانتاج ديالهم، وقلت كان الخلاف حول ديك النقطه ديال الاطراء المشروع، لان كاين صراع اليوم، ما بين الفساد وما بين اللي باغي ضد الفساد، هذا هو الصراع الحقيقي اللي كاين اليوم. منين جبنا مشاريع قوانين اللي اشتغلوا عليها، ماشي التسرع، هذاك ديال الملك العمومي اشتغلت عليه الوزاره، الاطر الوزاره، راه ماشي الوزير اللي كيدير القانون، راه الاطر الوزاره اشتغلوا، الامانه العامه اشتغلت عليه 10 سنوات اللي اشتغلت عليه، ونجي اليوم نقول خلينا شويه ديال الوقت، ما عطاوناش المبرر يخرج يقول لك ودي بعض المواد راه يمكن اليوم للملائمه، ولكن قلت بان عندها فرصه داخل المجلس النواب تجيب 30 تعديل، تجيب 40 تعديل الحكومه، ولكن السحب ديالو راه ما مفهومش، وعدم التبرير ديالو بهذه القضيه لا عطاونا الوقت. هذا راه قانون استغرق سنوات، عطي القانون المنظم للملك العمومي، راه مع 1918 من عهد الاستعمار، وغنخليو اليوم الحاله مازال الاستنزاف ديال الملك العمومي. سيروا شوفوا الشواطئ اليوم في المحيط البحري اللي كانت كيتحل استغلال مؤقت، كلشي ولاو فيلات، كلشي اليوم النهب ديالو في امتيازاته في الرياض. حنا اليوم نطالب هذه الحكومه باش تخرج وتقول لنا بالصراحه واش اليوم جايه باش تنفذ الشعارات اللي قالت في البرنامج الحكومي اللي صفقنا لها، او لا هذاك مجرد نوايا، ولكن في العمق انها جايه لتكريس الفساد ولتكريس الامتيازات ولتكريس الريع. بالنسبه للمراسيم قوانين اللي تتم، خطير السي رشيد، هذه خطير فعلا، هذا اتهام خطير، يعني لان سحب القوانين هي نيه مبيته لحمايه الفساد، نيه مبيته لحمايه الريع، لان اليوم الا كان هذا النفس ديمقراطي وهذه التحولات اللي وقعت في المغرب هو اننا هذه المشاريع ومشاريع اخرى ستنزل. لماذا نعطي حكم استباقي؟ نصوت لهذه المشاريع كمعارضه. سي رشيد، المراسيم قوانين هي مراسيم كانت من الحكومه السابقه ولم تستغيب بمقاربه التشرف، راه الاشكال ليس بالعدد ديال المراسيم،
هو اننا خصنا كاملين اغلبيه ومعارضه ننجحوا المشروع الملكي ديال التغطيه الصحيه الشامله والحمايه الجماعيه الشامله. هذا هو الهدف ديالنا، وباش يمكننا ننجحوها خصها تكون المقاربه التشاركيه مع جميع الفئات المهنيه. نعم، وتحدث يعني في اطار ما اتهمت به الحكومه، اعتقد انه ربما، وانقل السؤال للفريق الذي ينتمي للاغلبيه للسي العياشي، يعني قد يدخل في اطار الاحكام المسبقه بما انه لم يصدر الى اليوم اي تغيير او قانون او مسوده نهائيه بالنسبه للقانون الجنائي مثلا تتضمن الغاء البنود الخاصه التي تم تقديمها فيما يخص الاثراء غير المشروع، وبالتالي الذي ربما خلق جدلا. لننتظر وسنرى حينها، واكيد هذه الحكومه حين تعمل على مشاريع قوانين او حتى بالسياسات العموميه هي تراعي كما قال السيد رئيس الحكومه الفئة الناخبة التي صوتت عليها وأرادت التغيير. ولا ننسى أن الولاية ستنتهي بعد 5 سنوات، بالتالي سيكون الحساب من طرف الناخب المغربي. كيف تنظر سي العياشي لهذه الاتهامات؟ هل بالفعل قدمتم لحد الساعة ملامح تؤكد أنكم حكومة تحارب الريع والفساد، حكومة مع ربط المسؤولية بالمحاسبة، حكومة تقدم الوفاء بالعهود كما أطلق السيد رئيس الحكومة على 100 يوم الأولى التي كان العنوان الأبرز لها بالنسبة له الوفاء بالعهود والالتزامات التي قدمها للناخب الذي منح التقدم والتفوق للثلاثي المقدمة وبالتالي تشكيل الحكومة وتسيد المشهد السياسي في البرلمان في بغرفتيه وأكيد في المجالس المحلية الغرف المهنية؟ حدث ولا حرج. سمعت باستغراب شديد تصريح ديال الاخ رشيد، وربما كنقول السياسي الجيد عليه ان يعيش بعينين مفتوحتين وان يكون سياسيا يقظا الخروج من الايديولوجيا ومن الاحكام الكبرى الى الواقع. علينا ان نصطدم بالواقع، علينا ان نتفاعل مع الواقع، ما قاله حكم قيمه وبالتالي ما يمكنش نعقب عليه لانه يتنبأ بما سياتي، يعلم النوايا، ربما عنده شي شوافه لا اعلم، ولكن دعنا نقول باننا الان كاين السحب لمعطيات موضوعيه ومبرره، دعنا من اجل رؤيه شموليه متكامله للنص حتى يتلائم مع الواقع، هنا هذا هو المبرر. غير ذلك تبقى احكام سابقه لاوانها تتحدث عن ما سياتي، ونحن الان السياسي لا يناقش ما سياتي، علينا ان نناقش ما يقع هنا والان. غير ذلك ممكن نناقش ما انجزته الحكومه، مؤشرات الانجاز خلال 100 يوم أو 110 يوم، أما ما سيأتي فأعتقد هذا لا ينسجم مع خطاب سياسي ينبغي أن ينطلق من الواقع وأن يفكر في الواقع ومن أجل تغيير الواقع كذلك. إذن بالتالي حتى ملي كنهضروا على القانون ديال الاحتلال الملكي العام عفاكم ما نضروش، راه هذا هو المشكل مع المعارضة، أنها تنظر للمسائل من منظور تجزئي، راه هذه المسائل ترتبط ب 42% من الاقتصاد الوطني، الاقتصاد الغير المهيكل، راه خاصنا نعالجوا بعد الاشكال النص الى ما كانش يتصالح مع الواقع، راه النص غادي يخلق مشكل في الواقع، راه ماشي المشكل هو نتجو نصوص، راه المشكل ماشي هو البرنامج يجي يخلق لينا صدام مع الواقع، راه البرنامج جا باش يكون اداه لتدبير الازمات وليس لتعميق الازمات، بالتالي راه بغينا نصوص قادره على ايجاد الحلول وليس الى خلق المشاكل. ملي كنقولوا الاحتلال الملكي العام، وملي كنقولوا التغطيه الصحيه للوالدين، وملي كنقولوا القانون الجنائي، نبحث عن نصوص جديده قادره على ايجاد الحلول وفتح مسارات التفاعل مع الواقع وليس نعم. سد المنافذ مع الواقع. ومتى ينتهي هذا البحث السي العياشي؟ لانه اليوم الاوراش لا تنتظر والسياقات متعدده وفيها تداعيات لجائحه، فيها خطه انعاش اقتصادي، فيها مجموعه من الامور المستعجله التي تتطلب، وهذا كان رأي الحكومة، تسريع الزمن التشريعي، لا نقول التسرع ولكن تسريع الزمن التشريعي لإخراج مجموعة من القوانين إلى الوجود والتي فيها مجموعة من المتغيرات قد تحدث على المجتمع وقد تساهم في إنعاش الاقتصاد، في إعادة الحياة إلى مجموعة من القطاعات التي للأسف دخلت في غرفة الإنعاش منذ زمان. إذا كانت دخلت غرفة الإنعاش، إذا كانت هذه القوانين غير صالحة خاصة تموت، كانت لها مقومة البقاء غتبقى،
بإرادتنا جميعا. الواقع الآن زمن الجائحة، سياق الجائحة، تداعيات الجائحة، السياق الدولي والجهوي والإقليمي كيف رد علينا، نفكر بمنطق الوحدة الوطنية، بمنطق هذا الوطن علينا أن نحميه جميعا، منطق التراشق ومنطق الاتهام ومنطق سوء الظن بالآخر لا يخدمنا جميعا. نحن شركاء في هذا الوطن، محتاجين إلى نفس إصلاحي، نفس إيجابي من أجل تدبير المصلحة المشتركة وتقوية المشترك بين المغاربة. زمن سياسي صعب، زمن اقتصادي صعب، زمن اجتماعي صعب، زمن الأوبئة، بالتالي سياقات خاصة، سياقات استثنائية، نحتاج إلى تعبئة جماعية. نعم نحتاج إلى هذه الحرارة عند الإخوان في المعارضة من أجل التجويد، وأن يكون صوتا يترافع من أجل الجودة ومن أجل التجويد حتى نستطيع صياغة قوانين. لكن هذا التجزيء وهذه السرعة وهذه التسرع وهذه الانتقائية وهذه أحكام قيمة، أعتقد أنها وضحت الفكرة. السي العياشي، نعم. سي رشيد، يعني لماذا هذا سوء النوايا؟ وإن كان السيد رئيس الحكومة يعني في تصريح الحكومي أو حتى اعتمد دائما على خارجته الإعلامية لأنها كانت الأولى، وذلك وفقا لتقليد، يعني أصبح داخل المغرب وهو كما يعلم الجميع تقليد فرنسي، أيضا في الولايات المتحدة إلى غير ذلك، قال بأنه يريد دور بناء للمعارضة، وبأنه تحدث مع قيادات المعارضة من أجل ترشيح أسماء في مجموعة من اللجان. الدستور المغربي أيضا منح للمعارضة أدوارا فعالة. اليوم قد نتحدث صحيح عن البطء في الزمن التشريعي، ولكن في نفس الوقت أين مراقبتكم للسياسات العمومية؟ أين مراقبتكم وهو حق دستوري منحكم إياه الدستور لأداء الحكومة؟ يعني اليوم للأسف حين يشاهد المغاربة الجلسات الشفهية، فنحن نشاهد إما أناس لا يعرفون كيف يقدمون رسائلهم السياسية أو حتى انتقاداتهم لأداء الحكومة، وإما نشاهد التلاسن والتنابز بالألفاظ، كراطة، لا ملاعب تغرق، لا محاكم بعيدة عن الملاعب التي غرقت. يعني ما يخلق الشو الآن داخل المجتمع وداخل منصات التواصل الاجتماعي يبعث على أن العلاقة ما بين المعارضة والأغلبية لا تسمو إلى تطلعات المواطن الذي أراد بالفعل برلمانا وإن كان فيه معارضة أو أغلبية، برلمان يراقب يتابع السياسات العمومية ولكن يقدم خطابات سياسية على الأقل ترقى لمستوى التطلعات. وسينوفل، أولا بالنسبة لفكرة يوم 100 يوم، هذا تقليد غير ملزم لا قانونيا ولا دستوريا. عرف السي رشيد، عرف طبيعة الحال رئيس الحكومة أفضل يمشي للقنوات الرسمية الأولى والدوزيام وتجاهل البرلمان، لأن هذه الحصيلة ديال 100 يوم هي جزء من برنامجه الحكومي. شكون اللي صادق له على البرنامج الحكومي؟ الدوزيام والأولى، راه البرلمان هو اللي صادق على البرنامج الحكومي، وشكون غيحاسبو؟ غيحاسبو البرلمان. كان من الأجدر أن يجي يقدم الحصيلة ديال 100 يوم وتكون مناقشة داخل قبة البرلمان أولا. ثانيا، رئيس الحكومة خلال المرور دياله في هذه القنوات يجهل فرق المعارضة داخل البرلمان، ذكر ثلاثة الأحزاب، قال الاتحاد الاشتراكي، الحركة الشعبية، والاتحاد السوري، مع العلم أن الاتحاد السوري في المساندة النقدية. يعني ما عرفش الفرق المشكلة للمعارضة، ورجعوا للتسجيل. المسألة الثانية، لا اسمح لي فقط تعليق، هو كان من طريق الإشادة على أن عدد من الأحزاب التي هناك علاقات عمل معها سبق باش كتجاوب بلاصتو. لا حيت ما كاينش، قول ما قاله، حيت هو ما كاينش، سولو الصحافي قال له علاقتك مع المعارضه؟ نعم. قال له علاقتي جد طيبه وكنخدموا في واحد الجو ديال، وقدمنا لهم اقتراحات يقدموا لنا اسماء للعمل في مجموعه من اللجان، وذكر هذيك الاحزاب، ذكر هذيك الاحزاب اللي كتب عليها ان تكون في المعارضه. يعني لا، يعني خصنا نقولوا بان راه كاين واحد الحزب اخر اللي عنده 78 سنه سميتو التقدم والاشتراكية في المعارضه، وكاين حزب اللي سميتو العداله والتنميه، حتى هو راه في المعارضه اللي عنده مجموعه نياب. اخلاقيا كان أن يذكر جميع الأحزاب مشكلة، والتحد الدستوري هو في المساندة النقدية ومع الأغلبية ليس في المعارضة. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، اليوم بالنسبة لنا داخل البرلمان ما كان نختزلوش العمل البرلماني داخل هذه الجلسة الأسبوعية اللي بطبيعة الحال كان هناك بعض المواقف كما قلت ممكن عارفش واحد يقرأ واحد يتعزم، وهذا الشيء جنب فرق الأغلبية، وراه معروفين النواب اللي ماشي من فرق المعارضه، من فرق الاغلبيه، وهنا كيبان الاعيان اليوم اللي كاينين في فرق ديال الاغلبيه.
الانتخابات اليوم اللي فرضت هذا العدد وخصوصا الاغلبيه اليوم كنلاحظوا بانه كاين واحد الكفاءات اللي زعما خصها تطور راسها في المستقبل من اجل رفع المستوى. كذلك في المعارضه اليوم صحيح كنسجلوا بعض الخرجات كما كانت ديال الكراطه، هذا لا يليق بصوره ديال البرلمان ككل. احنا داخل البرلمان ما كنفرقوش ما بين اغلبيه ومعارضه، احنا برلمانيين اغلبيه ومعارضه كننوبوا على الامه وكننوبوا على المواطن. الحكومه قادره تدافع على راسها. ما نلاحظوه ان اليوم فوقاش ما نائب برلماني ينتقد الحكومه كاينوا نواب برلمانيين يواجهون بالعنف اللفظي نائب برلماني معه في المعارضة، وهذا لا يليق بالأعراف الديمقراطية. الحكومة قادرة على الدفاع على رأسها، وإلا خرج على الآخر كاين الرئيس ديال الجلسة. يعني هذا الشيء لا بد باش نوجه هذا الملتمس للبرلماني لا أغلبية ولا معارضة باش يخليوا الحكومة تجاوب، راه قادرة تجاوب باش ما يخلقش ذاك التسلسل. أما بالنسبة للحصيلة بالنسبة للمعارضة، قدمنا مقترحات لو كانت هذه الحكومة عندها نية. اليوم غلاء ديال الأسعار وخصوصا المواد البترولية، قدمنا مقترح ديال تسقيف الأسعار. حزب الاستقلال جاب في البرنامج الانتخابي ديالو تسقيف الأسعار. هذا امتحان أول ومستعجل خص الحكومة تقوم به. إلا عندها هذه النية ديال أنها تحارب وتحمي القدرة الشرائية، أول حاجة خصها ديال تسقيف ديال الأسعار ديال المواد البترولية، واللي عندها بطبيعة الحال تأثير على جميع المواد الأخرى. هذه الحكومة إلى عندها النية ديال أن تحافظ على القدرة الشرائية، كاين مشكل في الأسامير. علاش ما كنهضروش على الأسامير؟ كاين المصفات كراء ديال المصفات اللي كان البرميل كيدير 20 دولار للطن، وحكمت المحكمة في ظرف 48 ساعة باش نستغلوا هذوك لي ريزيرف، هذوك فاش كيخزنوا المواد البترولية. كانت الدولة غتربح 7 مليار ديال الدرهم، والأسامير غتربح 3 مليار ديال الدرهم. يجاوبونا علاش ما استغلوش هذوك المخزنات ديال البترول. هنا كيبان بان كاين لوبيات اليوم اللي باغيه هذاك المستمر باش تبقى تنهش في نعم. يعني في نقاط كثيره تحدثت عليها سي رشيد، ونحاول ان ننقل بعضا منها للسي العياشي في قلعه صراغنا. سي العياشي، يعني مستوى ربما لبعض المتداخلين داخل البرلمان يعبر عن أننا لازلنا في تمرين على الديمقراطيين أو عن ما للبعض منهم. في ذات الإطار لا يوجد أجوبة شافية على أسئلة الفرق المعارضة داخل البرلمان فيما يخص ليس الحصيلة فقط، ولكن خطوات استعجالية قد تتعلق كما ضرب المثال السيد رشيد حموني بغلاء الأسعار مثلا، وأن يكون هناك بالفعل كما تفضلت قبل قليل قوانين ذات أثر فوري على الناس على المجتمع. كيف تنظر إلى كل هذا التعثر، وفي نفس الوقت إلى المستوى بين قوسين التواصلي الذي في كثير من الأحيان خلال أسئلة الجلسات الشفهية تغيب فيه الخطابات السياسية وتدخل مسألة النعرات والتنابز بالألقاب، ما يسيء لصورة البرلمان الذي يريد المغاربة الذين صوتوا بأغلبية وبأرقام جيدة في الانتخابات الأخيرة عاكست العزوف الانتخابي الذي ميز نسخ سابقة، يريدون بالفعل برلمان يتحرك يؤدي ينتج يعطي يراقب السياسات العمومية، ولكن بصورة خلاقة نوعا ما عبر شاشات التلفزيون خلال جلسات شفوية لحد الساعة للأسف كثير منها لا يوحي بذلك. دعني أقول وأن أتقاسم مع الأخ رشيد النائب البرلماني المحترم، والذي بلا شك يقدم رقيا أداء راقي جدا في الممارسة التشريعية، وأتقاسم معه هذا الهم وأتقاسم معه هذا الانشغال. فعلا كلنا معنيون بتجويد الممارسة وبتقديم صورة تليق بالمجتمع المغربي، لأنه مهما يكون الصورة ديال البرلمان المغربي ليست موجهة للداخل ولكن موجهة كذلك للخارج. بالتالي علينا أن نقدم صورة تليق بهذا المجتمع وبأنها مؤسسة عتيدة ينبغي أن تقدم منتوجا راقيا فيه حوار، فيه احترام، فيه تقدير، فيه
فيه تعايش، فيه تقدير الحساسيات الحزبية وتنمية، لا أقول فقط تقدير الاختلاف ولكن تنمية الاختلاف، وهذا ما يجعلنا أمام رهان وأفق علينا أن نشتغل عليه جميعا وسويا في إطار كما قلت الأخ نوفل، في إطار تمرين سياسي صعب ولكنه ممكن، وهذا ينبغي أن ننفتح على هامش الخطأ وعلى بعض التجاوزات البسيطة. بالتالي هذا الشيء ما خصوش نطولوا فيه، ولكن علينا أن نستعيد ما قاله نظرية هابرمارس أنه الديمقراطية ترتبط بالقدرة على إشاعة الخطاب العقلاني، الخطاب العقلاني داخل الفضاءات العامة، داخل المؤسسات العمومية. إذا استعادة العقلانية والحوار الهادئ والمثمر والمنتج من أجل الوطن هو رهان أتقاسمه مع الأخ رجيد من أجل الرقي بالإنتاج لهذه المؤسسة العتيدة. ما قاله حول غلاء الأسعار وحول أنه لا المعارضة لا تجد ليست لا تجد أجوبة، ما يمكنش نجاوب على الأجوبة لأنه السادة النواب كيطرحوا الأسئلة ديالهم، الوزراء كيجاوبوا، وبالتالي النائب عنده قنوات كثيرة ليس داخل البرنامج فقط وإنما قنوات كثيرة للتعبير عن 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 عن, عن التوجهات ديالو وكشف عورات أو كشف نقائص الحكومة. ما يبدو، ما نراه، ما نسمعه، ما نحسه أننا أمام بداية مطمئنة جدا رغم السياقات الصعبة. دعني نناقش الحكومة والأداء التشريعي في الماكرو أو في الصورة الكبيرة، لأنه الآن نحن في لحظة مفصلية في زمان كما قلت غير عادي وفي زمان استثنائي. إذا مؤشرات الأداء والبداية كانت مطمئنة باعتراف الكثيرين. صحيح اننا الحكومه بعد كاين بعض الغلاء ديال الاسعار، لكنه كان ديما هاد الاسعار ماشي عاد جات الحكومه على البارح اللي غلت الاسعار، الاسعار ديما كتطلع وكتهبط ومرتبطه بسلاسل ديال التوريد العالميه، وبالتالي امور تتجاوزنا. هل نطلب من حكومه اخنوش ان تنزل المطارنا مثلا؟ هل نطلب من حكومة خنوش أن يفوز المنتخب المغربي مثلا؟ فبالتالي علينا أن نكون واقعيين في تقييم التجربة، لأنه هذا تمرين سياسي. حكومة خنوش لن تستمر للأبد، بعد ذلك ستأتي حكومة أخرى نتيجة لصناديق الاقتراع. علينا أن نرسخ لمنطق تقييم المؤسس على معايير موضوعية وواقعية حتى نبني تقليدا إيجابيا. شكرا. تدبير المؤسسات. شكرا لك. تمتعوا قليلا سي رشيد بالواقعية، ولكي لا نحلم كثيرا. هذه الحكومة أيضا لم يتجاوز عمرها إلا أشهر معدودة، لا يمكن أن نقول بأن سياساتها العمومية أصبحت واضحة المعالم. كان لديها أوراش استعجالية تحظى بالأولوية من قبيل منظومة الحماية الاجتماعية وأولى الأولويات التأمين الصحي الإجباري، وها هي بدأت رفقة الشركاء بتطبيق ذلك. هناك أسس الدولة الاجتماعية وركائزها بدأت بتنزيلها، قانون المالية خرج للوجود، استثمارات عمومية 245 مليار درهم في رقم غير مسبوق، هناك مخطط التسريع الصناعي، هناك لجنة التجارة أو الاستثمارات الأجنبية تجتمع 4 مرات، هناك عدد من المنجزات. فلا تتسرعوا رجاء، لا تحكموا على النوايا وانتظروا الأثر الفعلي لكل هذه الأمور. ولكن الحكومة لن تنزل المطر، وفي المطر الخير كله، يعني لا، هي حكومة مؤقتة لديها ولاية خاصة. حكومة المطر بيد الله سبحانه وتعالى، وكنتمنى والله يرزق المغرب بالشفاء يا رب إن شاء الله. يا رب آمين. أولا حنايا كنهضروا بالواقعية وما كنحلموش. ثانيا لابد باش نشكر السي العياشي على يعني التقاسم بعض الأفكار، وهذه هي الروح ديال المناضلين وأحييه بهذه المناسبة. مسألة ثانية، علاش حنا واقعيين؟ لأن ما قلناش، أنا ما قلتش بأن الحكومة اللي رفعت الأسعار، ما قلتش بأن الحكومة اللي ما طيحت الشتاء، ما قلتش الحكومة بأن المنتخب ما نجحش. أنا قلت اليوم الحكومة سياسية تتحمل اليوم المسؤولية السياسية، كاين ارتفاع الأسعار على المستوى العالمي، دول أخرى الحكومة تتدخل لحماية القدرة الشرائية. راه فرنسا راه دعمات الطبقة المتوسطة، ودول أخرى دعمات الطبقة المتوسطة. اليوم الحكومة عندها فرصة باش يمكن لها على الأقل في الأسعار ديال المواد البترولية، كانت عندها مناسبة باش تخزن، يعني كان البترول في واحد الوقيتة نازل الثمن ديالو، تخزن البترول، وكان اليوم البترول يعني حنا يعني ماشي في هذه الأثمنة اللي كاينة اليوم، علاش ما استغلتش هذوك الخزانات ديال الأسامير؟ جاوبونا وقلنا علاش؟
الناس باش تحمي واحد الناس اللي راهم مستفيدين من هذا الشيء. سولتوهم في البرلمان كفرق معارضه؟ درنا سؤال ودرنا مقترح قانون، درنا مقترح جوج مقترحات، مقترح ديال تسقيف الاسعار اللي كان في البرنامج الانتخابي ديال حزب الاستقلال، حنا درنا مقترح قانون اللي هو التفاعل معنا هذه الحكومه، والدستور كيعطينا كل شهر مقترح قانون خصها تجاوب معنا الحكومه، الى حدود اليوم صفر مقترح قانون تعامل، هذا ديال تسقيف الاسعار، درنا ديال التاميم ديال 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 الاسامير اليوم اللي كتسال الدوله 70% من الاخر، هذيك الاسامير هي اللي غادي دير لنا اليوم، علاش ما خلينا يبدو هذاك يعني هذيك المنشاه اليوم تتسهل لك وغتمشي باش يستافدوا يعني اللوبيات ديال المحروقات، هادو هما احنا ما كنحلموش. ثانيا احنا ملي كنقولوا للحكومه الاجراءات الاستعجاليه اليوم كاين الجفاف، شنو درت مع الفلاحه الصغار؟ اليوم العلف ولا كيدير 6-7 هاد المرات، خصها تدخل وخصها تحمي هاد الناس، هذا هو التساؤل ديالنا، حنا لا نحلم، حنا كنقول لها اليوم ما غاديش نحاسبك على 100 على الانجازات الماديه واش شحال من سبيطار بنيتي وشحال من قنطره وشحال، لا، انا كنقول اليوم كاين اجراءات استعجاليه اللي خص الحكومه تدخل، وكاينه امور اللي ما غادي تطلب لها صفر درهم، ما غاديش تخل... صفر ديال مجرد قرارات، بالنسبه للساعه الاضافيه مثلا اللي كانت منها حزب اسرى ومعاصرى واستقلال في المعارضه كيقول خص التراجع على هذه الساعه الاضافيه، هذا قرار غادي يكلفهم شي فلوس، يلا يعطونا جواب. هادو جوج الاحزاب اللي كانوا في المعارضه في الولايه السابقه كينادون وداروا مرافعات قويه على تراجع الساعات الاضافيه، اليوم سكتوا، راه هذا هو التساؤل اللي حنا ما كنطالبوش اليوم نحاسبوا الحكومه، غنحاسبوهم بعد 5 سنين في الانجازات الماديه، ولكن هذه راه حكومه سياسيه. نعم، ولكن لماذا تتغاضى في المعارضه اليوم عن بعض المنجزات؟ يعني ألا يوجد نقطة ضوء في هذه الحكومة؟ أنت تتحدث عن الأسعار السي رشيد، وهنا ليس دفاع عن الحكومة، أرجو أن تكون موضوعي. لا أنا موضوعي، لا لا لا، أنا أول موضوع. ما بديت به، أول ما بديت هو الإيجابي، بديت بالنكمل إذا سمحت أنا معك، أنا معك غير نكمل. أنا لدي فكرة، لدي فكرة فيما يخص بعض الأفكار التي طرحتها والتساؤلات التي طرحتها وقلت أنها لن تكلف شيئا أو أنها قد توفر على الخزينة وتدعم الحكومة بأموال أخرى. مثلا تحدثت عن الأسعار، الأسعار هناك صندوق المقاصة وتم تدعيم صندوق المقاصة في القانون المالي الخاص لسنة 2022، وخرجت أمامكم وزيرة الاقتصاد والمالية وقالت في مجلس النواب بأن الدعم لا زال مستمرا، وبأن هذه الإجراءات أعتبر أنت قلتي اللجنة تجتمع على مستوى الاستثمار، قلتي بأن صندوق المقاصة دعمه، قلتي بأن يعني مع شحال مجلس حكومي قرارات، فين هو الأثر دياله في الواقع؟ أنت كمواطن داخل المغرب هل تلمس أن كاين واحد الأثر على المواطن اليوم؟ سير شوف السوق العلف شحال كيدير، هذا هو الأثر أنا غادي نلمس، أي إجراء في الحكومة خص المواطن يلمس الأثر ديالو، سير شوف ليستاسيون ديال المازوت وديال ليسانس شحال راه كيدير اليوم، واش نزل الثمن ديالو؟ يعني هاد الشعارات كلها الاستثمار كيقولوا لنا غير بالأرقام 260 مشروع مع شحال ديال المناصب الشغل، فين هي في الواقع؟ هاد اوراش اللي جابوا مؤخرا اللي جابوك هذا مشروع، بالله عليك هل هاد 250 الف اللي غتخدم شهرين بالحساب، جوج المليار ونص على سنتين كتجي 7000 درهم، الا قسمتها لان السميك كيقولوا بالسميك والسنسس كتعطيك 3500 درهم، هي 7000 درهم هي شهرين، بالله عليك هل هذا شغل يعتبرونها شغل وغادي يحسبوه في المليون؟ الشغل الذي لا يضمن الكرامه ليس بشغل، هذا سميته الانعاش الوطني. نعم. اولا العمال العربيين اللي كانوا في نعم. اللي باقي في الجامعه. نمشي للسي العياشي اذا سمحت للسي رشيد لكي اكون موضوعيا ايضا واقسم الزمن بعداله، بقي دقيقتين ونصف وهي ممنوحه لك السي العياشي، كيف تردون على كل هذا؟ يعني حتى نقاطكم الاستراتيجيه الان اصبحت محط شك كما قال، يعني انها اختم حديثه باوراش التي ستكون وظائف مؤقته اكيد للحكومه رؤيتها، ولكن يقول لكم ايضا بان الاثر الذي تحدثت عنه قبل قليل في النصوص التشريعيه وغيرها حتى هو مفقود في قراراتكم الحكوميه المتعلقه بمحاربه غلاء الاسعار بمجموعه من الامور، كيف ترد سي العياشي؟ غادي نرد من خلال مرجعيتين اساسيتين. كاين واحد المثال عندنا، كان عندنا واحد المثال كيقول ليه باك طاح قال ليه من الخيمه خرج مايل، الحمد لله حنا ما خرجناش مايلين من الخيمه، من الخيمه الحكومه مؤسسه على ائتلاف حكومي متضامن ومؤتلف بشكل جيد، وبالتالي صلب ومسنود شعبيا، هذه ضمانة أولى. ثانيا أنه ما يبدأ جيدا ينتهي جيدا، ما يبدأ جيدا ينتهي جيدا، أعتقد أن هذا مؤشر أساسي يتيح لنا
قراءة مسار الحكومة في تدبير الاختصاصات ديالها، بمعنى أننا أمام حكومة أعطت البداية جيدة، هذا مؤشر جيد نحو الاستمرار في تنزيل البرنامج الحكومي ديالها اللي كان برنامج واقعي بأبعاد استراتيجية. عفاكم خليونا، ما غنقولش خليونا نحلموا، أنا أرفض الأحلام، لأن الأحلام الكبرى دائما تؤدي إلى مآسي كبرى، كما قال جورج سورين. بالتالي احنا واقعيين، وجلالة الملك في الخطابات ديالو الكبرى دائما يقول أن تكون مغربيا معناه أن تكون واقعيا، ملامسة الواقع، الإقامة في الواقع من خلال رزمانة وسلة من المشاريع الطابع الاستعجالي والتدبيري والاستراتيجي في ثلاث أبعاد. ملي كنقول التدبير اليومي بمعناه محاصرة تداعيات الجائحة وتدبير زمن سياسي صعب واقتصادي صعب واجتماعي صعب، ثم التدبيري الحكومة خدامة على مشاريع ديال ضمان السير العادي للحياة ديال الناس العادية بما في الأسعار. أنا كنقول الأخ رشيد وغادي نعاود داكشي اللي قلتي، المغاربه ما عندهمش ذاكره قصيره، راه الحكومه السابقه كانت غتحرر الاسعار وغتحيد الغاء صندوق المقاصه، هذه الحكومه خلات صندوق المقاصه. شكرا جزيلا لك سي العياش، اعتذر على المقاطعه ولكن زمن البرنامج انتهى، بانتظار تسريع الزمن التشريعي الذي كان نقطه خلاف فيما بينكما في حلقه اليوم. أشكرك العياشي فرفر النائب في فريق الوحدة والتعادلية بمجلس النواب، كنت معنا مباشرة من قلعة الصراغنة، وأشكر أيضا السيد رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية في البرلمان المغربي، كنت معنا من العاصمة الرباط. ونقول لكم أيضا الموضوعية حاضرة السيد رشيد، ونقف على مسافة واحدة من الجميع، شكرا جزيلا لك على المشاركة. شكرا موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، لكم أجمل تحية، إنما كنتم إلى اللقاء.